أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. بعد أن صادقت ما يعرف بالمحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وظهرت النتائج، عدنا للحديث عن تشكيل الحكومة في العراق بعد هذه الانتخابات التي سميت مبكرة واللي 85% من الشعب العراقي مشارك بها قاطعها بقرار واعي ومنطقي وعقلاني، واللي شاركوا بها هي القوى الحزبية والقوى المنتمية للعملية السياسية. المهم، بعد كل هذا عاد الحديث مرة أخرى حول تشكيل الحكومة. مقتدى الصدر يقول سنشكلها لا غربية لا شرقية، حكومة وحدة، حكومة شنو؟ مدري شنو، وطنية، أغلبية وطنية. شنو الأغلبية الوطنية؟ حتى مفهوم الوطنية والأغلبية الوطنية لا نعرف، يعني ملتبس في العراق حقيقة. شلون يشكلوها؟ من ما حد يعرف. هناك 70 كرسي لديه، أكثر من 70 كرسي وتحالفات معه، ومن نرجع للتوافقيات وأبدا، وحديث ناس قاعدة على التل تأكل زبيب ما له علاقة بالعراق ينتظرون، يعني أحزاب كثيرة ومنها الحزبين الكرديين ينتظرون ماذا يحصل. يعني ممكن أن يوافقوا على أي مرشح، لكن بشرط، شرطين أساسية. الشرط الأساسي الأول، حزبين الكرديين أن تصلهم المخصصات المخصصة لهم بالمبلغ، نسبتهم تصل كاملة وأكثر، من يعطيهم أكثر، وما يسمى بالمناطق المتنازع عليها، يعني تحل هذه القضية لصالحهم، من يستطيع أن يفعل ذلك هم معهم. وبالتالي الكل يحاول أن يكسب الكل ويشكل حكومة، وإذا بنا بعد كل هذا وناس سوت التنسيقية والبيت الشيعي والمعرف من والبيت السني وكلهم داخل هذه العملية السياسية مجرد تجار يلعبون بالألفاظ ويلعبون بالتسميات ويريدون أن يكسبوا الوقت ويكسبوا استمرار العملية السياسية لصالح إيران وصالح أمريكا وصالح العالم التي يريد من العراق أن يستمر بعمليته السياسية بهذه الطريقة، وولهم أمريكا اللي رافعة هراوتها على الجميع لكي لا أحد يتحدث عن هذا النظام، هذا النظام البائس الخرب المدمر الذي أسسته في العراق منذ عام 2003 لحد الآن. وهذا الدستور المهلك الذي وضعته لا أحد يتحدث عنه، وخلص والعراق انتهى وديمقراطي وحور والعالم كله يحترمه ويدافع عن تجربته. أي تجربة؟ تجربة عقيمة رثة مؤذية مهلكة كارثية، 19 سنة من الخراب، أكثر من تريليون ونص تريليون دولار سرقت، مشاريع وهمية، خراب، دمار، 10 ملايين عراقي هاجروا، 6 ملايين عراقي نزحوا الداخل، مدن دمرت، الفقر ازداد، البطالة ازدادت، الأمراض ازدادت، الأمية ازدادت، البنى التحتية كلها دمرت، لا بنى تحتية، فقط كلام واستعراضات، ويبنوا لي مولات ويبنوا لي ما أعرف منه كم شارع وكم قلوب، ويعتبرون نفسهم بنات للعراق. هذه الحقيقة. وبالتالي يتحدثون عن الإصلاح ويتحدثون عن ديمقراطية توافقية، وعدنا مرة أخرى مقتدى الصدر قعد ويا التنسيقية، وبالتالي اتفقوا ويا التنسيقية وسيشكلون حكومة، وسنعود مرة أخرى إلى التوافقية. هذه المحاصصات التي اتفقوا عليها في عام 2002 في مؤتمر لندن لن تتغير ما دامت العملية السياسية موجودة، ما دامت هذه الوجوه التي تحكم العراق موجودة. هذه الوجوه التي تحكم العراق اليوم وحكمته منذ عام 2003 لحد الآن توافقت ووقعت على البقاء في هذه العملية السياسية والحفاظ على هذا الإطار الخرب الرث الذي دمر العراق. هذه الحقيقة. فبالتالي طوال هذه السنوات هم يعني كلما يواجهون صعوبة، كلما يواجهون كارثة، كلما تكون لهم مواجهة مع الشعب يذهبون إلى تصريفات معينة، وجاهزة تصريفاتهم وميليشياتهم وسلاحهم الضارب جاهز وفسادهم جاهز، وبالتالي يمضي قطار العملية السياسية في محطاته لكي يدمر العراق. بعد ثورة تشرين وصلوا إلى طريق مسدود، وجدوا هذه القضية، حكومة الكاظمية وانتخابات
مبكرة، والانتخابات المبكرة 85% من العراقيين ما شاركوا بها، وهم الذين شاركوا بها وخرجوا بهذه النتيجة، وحكومة أغلبية وطنية وحكومة ما أعرف منه، وبالتالي ليس لهم إلا التوافق فيما بينهم، محاصصات هذه حصتك وهذه حصتي، ورئيس الوزراء من عندنا ورئيس المدري من هو، وبالتالي النهب مستمر والفساد مستمر والخراب مستمر، والقضية مثل ما هي، العراق ذاهب إلى الخراب والدمار والهلاك والكارثة تكبر، وهؤلاء يتصارعون على الكراسي. كل البنى التي أسسوها، كل لم يؤسسوا دولة، لم يؤسسوا نظاما، لم يؤسسوا حكومة ودولة، أسسوا نظاما لعصابات، مؤسسات عصابية الحقيقة تحاول أن تسرق وتنهب وتفسد وتخرب وتسيطر على البلد. وعندما تحدثهم يتحدثون لك بلغة طائفية، ومننطيها وننطيها وننطيها وللناس، وكلام فارغ ليس له علاقة لا بمنطق ولا بوطنية ولا بأخلاق ولا بدين ولا بأي قياسات معينة، معايير تائهة، معايير غير موجودة، شنو معاييرهم الوطنية، شنو معاييرهم في تشكيل الحكومات. وبالتالي إيران هي المتحكم، أمريكا تساندها ويتخادمون فيما بينهم، لديهم الآن ملف نووي، سيحل هذا الملف النووي، سيحل بطريقة أو بأخرى لصالح إيران، وتنتهي القضية والعراق سيدفع الثمن. هذا وضع العراق وهذا وضع إيران. وبالتالي المواطن العراقي هو من يدفع الثمن، والمواطن العراقي هو من تسرق أمواله ويهدر دمه، تهدر كرامته، يسفك دمه وتهدر كرامته، ويؤخذ من عنده الحاضر والمستقبل، تغلق أمامه كل الأبواب، ويتحدثون عن ديمقراطية وتشكيل حكومة والخروج من العراق من النفق. هو من أدخل العراق بهذا النفق الأظلم؟ نعم جاء احتلال، لكن من جعل الاحتلال يجثم على قلوب العراقيين؟ من جاء بالاحتلال أساسا؟ من وافق أن يكون دليلا وذيلا للاحتلال وذيلا لإيران وذيلا لأمريكا، وبالتالي ساعدهم على أن يبقوا في العراق وأن مشروعهم ينجح بهذه الطريقة لتدمير العراق وتخريب العراق وتمزيق المجتمع العراقي، ووصولنا إلى هذه الحالة، فساد أعلى الدول فسادا، وأعلى الدول خرابا، وعلى الدول انتهاكا لحقوق الإنسان، ويتحدثون عن نموذج جديد، وبايدن يدعو 100 دولة ديمقراطية إلى اجتماع يعني افتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويدعو العراق حكومة العراق من المنطقة على أنها ديمقراطية صناعتهم، مع الأسف الشديد هذا حال العراق، وهذا حال الحكومة الجديدة، لا تغيير جديد، الوضع مثل ما هو عليه، بل هو أسوأ وسيزداد سوءا، والانفجار قادم لا محال، والشعب سيواجههم، إن لم يكن اليوم فغدا، إن لم يكن غدا فبعد غد سيواجههم، لأنه هذه قضية حياته، وقضية حياة أطفاله ومستقبلهم، وحاضرهم ومستقبلهم، وحاضر ومستقبل هذا البلد اللي هو ليس ملككم، ملك الشعب العراقي، هذا الشعب الجميل الرائع، هذا العميق بحضارته والعميق بتاريخه والعميق بإنجازاته، وليس لكم عليه أي فضل. وأحاديثكم عن المظلومية وأحاديثكم عن الديمقراطية والحرية كلها كذبة كبيرة وترد عليكم، وكذبة كبيرة وتضليل، والشعب كله كشفها. ربما وقت هذه الحلقة قد انتهى، أترككم بخير، ألتقيكم في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.